شرح جزء الإيمان في حديث جبريل الطويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. نشرح جزء أصول الإيمان الستة في حديث جبريل الطويل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله تعالى أيها الأحبة هو الأمر الأول الذي ذكر في هذا الحديث في أصول الإيمان الستة. ومعنى الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. ومعنى هذه الآية المحكمة أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء. فالمؤمن يثبت وجود الله من غير أن يشبهه بشيء من خلقه، فلا يشبه الله تعالى بالإنسان ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بأي شيء من هذه المخلوقات. والله تعالى جعل هذا العالم، خلق هذا العالم فيه أجرام، أحجام كثيفة كالإنسان والأرض والشمس والقمر والشجر. هذه الأحجام الكثيفة هي التي تضبط باليد، تمسك باليد. وجعل في هذا العالم أحجاما لطيفة، يعني لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والروح والملائكة والجن والريح. هذا خلق الله وهذا خلق الله. هذه أشياء خلقها الله تبارك وتعالى، وهذه أشياء خلقها الله تبارك وتعالى. فالله الذي خلق هذا العالم وفيه أجرام كثيفة وأجرام لطيفة، لا يجوز أن يكون جرما لطيفا ولا يجوز أن يكون جرما كثيفا. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة بين المسلمين، والتي قال في أولها: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال عن الله تبارك وتعالى: تعالى، أي تنزه عن الحدود، أي الله تعالى ليس محدودا، ليس حجما سبحانه وتعالى، ليس جرما بالمرة. الله سبحانه وتعالى منزه عن الحدود، أي ليس له كمية، لا كمية صغيرة ولا كمية كبيرة ولا كمية متوسطة بين الصغيرة والكبيرة. تعالى عن الحدود والغايات، الغايات هي النهايات، الأجسام لها نهايات. تعالى عن الحدود والغايات والأركان، الأركان هي الجوانب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. تعالى، أي الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الأعضاء هي الأجزاء الكبيرة، كهذه اليد الجارحة والرأس والرجل الجارحة، كل هذه تسمى أعضاء. والأدوات وهي الأجزاء الصغيرة، كاللسان والأسنان والأضراس واللهات. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي أن الله تبارك وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الجهات الست معروفة هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. الله تعالى لا تحويه الجهات الست، أي هو موجود بلا جهة ولا مكان. والله تعالى كما بينت وكما أفادت الآية ليس حجما، فلا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال، يعني لا يقال الله سبحانه وتعالى متصل بالعالم أو منفصل عن العالم، لأن الله ليس حجما بالمرة. والله تبارك وتعالى هو خلق صفات هذه الأحجام،
صفات هذه الأجرام، فلا يجوز أن تكون صفته كصفة الأجرام كصفة المخلوقات، لأنه قال ليس كمثله شيء. من صفات هذه المخلوقات، من صفات هذه الأجرام، اللون والشكل والهيئة والصورة والانفعال والتغير من حال إلى حال، والكون في جهة ومكان. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكل ذلك. فلذلك قال الإمام أحمد وذو النون المصري، ويقول كل المسلمين مثل ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أي شيء يتصور في البال الله تعالى لا يشبه ذلك، لأن المتصور مخلوق. وهنا أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى معرفته لا تطلب بالتصور، إنما نعتقده موجودا لا يشبه شيئا، لا نتمثله بالفكر، لا نتصوره بالقلب. فإذا معرفة الله لا تطلب بالتصور. وأمر آخر، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، فلا يقال كما تقول المجسمة المشبهة إننا نصف الله بجهة فوق تعظيما له. الله تعالى لا يتشرف بشيء من خلقه، لأن الله أزلي أي لا ابتداء له، وصفات الله تعالى أزلية لا ابتداء لها، والله لا يتغير. فكمال الله أزلي أبدي، والذي يتشرف بشيء من الخلق لا يكون إلا مخلوقا، لأنه تغير. وأقوى علامات الحدوث التغير، هذه قاعدة احفظوها وعلموها الناس، فيها فائدة عظيمة. كل شيء يتغير لا بد له من مغير، فكل شيء يتغير لا يكون إلا مخلوقا. الله تعالى خالق كل شيء لا يتغير، يغير في خلقه ولا يتغير. وهذا معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، أي يغير في خلقه دائما. ليس معناه الله يتغير كل يوم، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شرح هذه الآية: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. فإذا سألك إنسان ما معنى الإيمان بالله، تقول: الاعتقاد أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يتصف بصفة من صفات الخلق، موجود بلا جهة ولا مكان، أزلي أبدي لا يتغير سبحانه وتعالى. ومن اعتقد خلاف ذلك لا يكون من المسلمين، لا يكون من المؤمنين، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. والله تعالى أعلم وأحكم.